يشارك بنك سوسيتي جنرال في لبنان للسنة الأولى في معرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت الذي يعقد من 4 إلى 12 تشرين الثاني 2017. ويؤكد SGBL من خلال شراكته الحصرية لمعرض السينما دعمه المستمر للثقافة والفرنكوفونية والسينما في المنطقة. وللمناسبة أعد SGBL منصة متميزة داخل المعرض يتيح من خلالها لجميع زواره المشاركة في مسابقة خاصة حول السينما وأهم الأفلام السينمائية.